يقول لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يتزوج على فاطمة رضي الله عنها؟ أما هذه المسألة ففيها خلاف بين أهل العلم، هل منعه أو لم يمنعه صلى الله عليه وسلم، يعني هل كان هناك شرط أو لم يكن هناك شرط. بعض أهل العلم فهم أن هناك شرطا بين النبي وبين علي وعثمان والعاص بن الربيع وهم أزواج بناته. معروف العاص بن الربيع تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد علي رضي الله عنه يتزوج على فاطمة رضي الله عنها غضبت فاطمة فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن الناس يقول إنك لا تغضب لبناتك. قال وماذا؟ قالت هذا علي يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه آل أبي جهل وهم مسلمون، طبعا أبو جهل هو الكافر لكن عياله ما لهم شغل، عياله مسلمون. فجاء آل أبي جهل فقال النبي إن عليا يستأذننا أن نزوجه ابنتنا فهل تقبل؟ فصعد النبي المنبر ثم ذكر العاص بن الربيع وأثنى عليه وقال ووعدني ووفى، وإن عليا وإن آل عمرو بن هشام جاءوا يستأذنونني في أن يزوجوا عليا فإني لا آذن، فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق، يعني إذا أراد أن يطلق فليطلق ويتزوج ابنة أبي جهل. لا والله لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله تحت رجل واحد. فبعض أهل العلم فهم من هذا أن النبي إنما نهى لأنها ابنة أبي جهل وقال بنت النبي وبنت عدو الله لا تجتمعان عند رجل، وبعضهم قال لا قدم ذكر العاص بن الربيع فدل على أن النبي كان يشترط على أزواج بناته أن لا يتزوجون عليهن، وهذا أخذ به بعض أهل العلم. يا أفتح عليكم باب، أنت اللي فتحت الباب أنا ما لي شغل. أخذ به بعض أهل العلم أن المرأة أو وليها إذا اشترط على الزوج في العقد أن لا يتزوج عليها فله هذا الشرط ولها الشرط هذا، يعني إذا اشترطت قال اكتب شرط لا تتزوج علي، قال ما راح اتزوج، قالت اكتب. طيب فكتب ألا اتزوج عليك، قالوا يلتزم بهذا الشرط التزام. واكثر اهل العلم يرون ان هذا الشرط غير صحيح وان الله اباح التعدد وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فيعتبرون هذا الشرط وجوده كعدمه، مثل لو اشترط على زوجته ألا ينفق عليها قال وقعي ما تأخذين نفقة، قالت أبشر تبي أبصم بعد أوقع وأبصم إن ما في نفقة، مجرد ينتهي العقد أنفق. ينفق غصب عليه لأن الشرط غير معتبر، لأنه شرط غير معتبر ما له قيمة هذا الشرط. قالوا كذلك شرط لا يتزوج عليه شرط غير معتبر، وبعض أهل العلم يرى أنه شرط معتبر بناء على حديث علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله جل وعلا. طيب